حقنك انت. طب مش عارف انا من احلى مش هتكلم على التليفون بعد الكلاس معقول؟ عزوز عزوز نحكي بالصف من بحر. نحكي شو؟ نحكي بالصف. مش خلقنا ولا بس ساكتين عنده هو؟ ايه. يلا يلا تعال. شو رأيك؟ تعال تعال يعني خلنا ننزل حلا يقول ما تدخلوا. يلا تعال. لا قبل ما مو قصه ما ندخل او ندخل. يا صار حبيبي الزمان اخر قوموا شباب قوموا قوموا عين الله قوموا. انت ميسي وكل حاجة. تخيلي هيدا اخر برايم وانا وياك ويحيى اخر شيء. ايه؟ تخيلي انا وياك الجمعة اخر برايم. انا وياكم ميشيل خلاص فاينل من الجمعة. انت ستار واحنا بنروح. انا بموت فيك اموت فيك اموت فيك بس انا زعلانة انا ما خلصت بس في الاخر لا بس انا اسفه بقى على امبارح انا صحيت انا تذكروا اول جمعه باش بدغ راسه بعيدي ايه تذكروا اول ويك ايوه باش شبق راسه أيوة. بهاي عن جد كأنه مبارح كان هون هيك قاعد بس يا حي انا اسفه ما كنت انه مش انا قلت محمد شوف لو نايم ولا لا فهو انا بزعل منك اذا بتعديها وبزعل منك اذا بكيت وما نديتيني وما في بكي يا ام طالب ايه ما في تبكي التلاميذ مش عايش بينه بده يفل بليز دوش يا ياسين كويس دوينا اثنين عبد العزيز خلينا نحكي له غير اشي بالمشهد قول له كلنا مو انا لحالي عن جد عن جد كلنا حتى انت ميش كلنا راح نحكي ما حيرضوا ولا حيرضوا فهمنا كلامنا ما حيفيد بشيء هيك ما راح ما راح كلامنا ما حيأثر هاي فكرة خلاص انا برأيي ننزل نرتشل ضلنا نهيئلي حتى اذا شوزك تعب سيبه تفكر هو لا 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 بالعكس عادي عادي نرتجلها مع المهمية الكلام مني بس نكتب الفكرة شو هي اوكي مو بدعم طيب في الغنية اللي بنغنيها يا خي عبيط انا عم بحكي على الفوتة انا بحكي على الفوتة انا بحكي على الدخل
لحظه انسى الميشو الحين. ميشينو ميشينو منو ها؟ ميشينو انت. هو شو اسمه الباتشينو؟ شو اسمه؟ هو كل 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 وانت ساكت. كل تبن كل تبن. طلع عليه ابغى استفيد منه طلعاها بعد هو ميشينو. هم لو يكون سمعنا امس الله يجزيه. لا بسمع النقد مثل ما بسمع. هذول بيسووا مع بعض. شو انا ابن البطه السوداء؟ خمس بنات في بنت ناصر هسه. خمس بنات؟ الشيطان. ما تلاحظوا كل شو اسمها؟ كل تبن هيا تطلع قلت ما صار كل كل ميزينو يحينو ها يميتينو زعلانين 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 ليه هيك لأنه على نيفال حطيت لنا كيلو عم يخبر عم يرتب ما